مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان. دخلها بسرعة بس عشان ننجز. الله يخليك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ انا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الانسة نيلي. الانسة نيلي؟ نيلي فوازير بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ انت مش فاهمة؟ كارثة. الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص، وكمان انا نسيت الفاونديشن بتاعي. مش عارفه اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا ايه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو، عادي بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني، مش ازمه. أوكي. اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحله الجايه انا عايز ابقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خاطفه كده نيلي. تمام يا نيلي. اوكي طيب ممكن نقعد. اوكي معلش، بس قبل ما نقعد هديلك الورقه دي اللي فيها الاسئله اللي هتسالها لي. انت جايبه لي انا اسئله يا نيلي؟ ميرسي. طيب بما انه جايبه لي الاسئله، فانا ممكن استاذن في حاجه في الاسئله دي؟ اتفضل. في سؤال هنا انا عايز ابدا بيه، اللي هو ايه اكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدا بيها بتسخن. لا معلش بليز، ما تغيرش ترتيب الاسئله. لا. ولو عايز تسالني على تاتوز او بيرسينجز اتس نون اوف يور بزنس. فاش بالظبط. الحاجات الشخصيه دي ما بنتكلمش فيها على هوا اطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي، اتفضلي. ميرسي، ربنا يخليكي. عن اذنك. الاسئله هنا. انت رايحه فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي، انا بقعد الناحيه دي. جايبه معاك من بيتكو يعني؟ انت بيبي قوي. لا بيبي ايه، هو ده البرنامج يعني، كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، اقعد في اي حته. طيب اتفضل. ممكن تظبطني بس؟ احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعة ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزة اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفاية بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسة. معقول الناس زهقت كل يوم لحمة فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمال وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط. طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقاطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي. فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين والجو ده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس. المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي.
ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده. متشكرين على الجرحان.